اهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو ساقدم لكم اخر تطورات النسخه القادمه من توزيعات مانت. النسخه القادمه ستحمل الرقم 14 واسم ناديه. هذه النسخه ليس لها الان اي اصدار تجريبي، لكن من يستخدم واجهه سينامون سواء على توزيعات مانت او على توزيع اخرى يمكنه الترقيه للنسخه الحاليه من الواجهه، حيث ان هذه النسخه فيها عده تطورات ستكون في النسخه النهائيه من توزيعات مانت 14. قبل ان ابدا في الحديث عن هذه التطورات، اشير الى انه من لا يعرف او من لم يستعمل توزيعات مانت من قبل يمكنه مشاهده درسين كنت قدمتهما على هذه التوزيعه. الدرس الاول هو الدليل السريع للمبتدئين على توزيعات مانت، والدرس الثاني هو الدليل الشامل لجمالية توزيعات مانت. سأضع رابطي درسي هذين الدرسين على في وصف هذا الفيديو على اليوتيوب وفي الدرس الكتابي المرافق للفيديو على المجمع. إذا في هذا الفيديو سأتحدث عن تطورات واجهة سينامون في نسختها الحالية وكيفية الترقية لهذه النسخة الأخيرة لمن يستعمل واجهة سينامون كما قلت على مانت أو على توزيعة أخرى. إذا نبدأ بالتطورات. لو ضغطت يمين على الشريط السفلي سيعطيني أو ستعطيني النسخة الحالية إمكانية التنقل لإعدادات واجهة سينامون جميع فئاتها، السمات، البرامجات وما إلى ذلك. إضافة أخرى أعتبرها أكثر إفادة هي إضافة ترابل شوت للتعامل مع المشاكل. يمكنني الآن إعادة تشغيل واجهة سينامون من هذا الخيار أو إعادة جميع إعدادات واجهة سينامون إلى الإعدادات البدئية في حال كنت قمت بتغيير ما في الواجهة وأحدث بها مشكل. إذا يمكنني من هذا الخيار Restore All Settings to Default أن أعيد جميع الخيارات أو الإعدادات للإعدادات البدئية. لدينا أيضا Panet Add Model للتنقل لوضع تحرير الشريط. الآن لو قمت بتفعيله يمكنني تحرير الشريط السفلي، جر عنصر من مكان إلى مكان آخر. هذا الشيء كنت تحدث عنه بإسهاب في الدرس الخاص بجمالية توزيعات مانت. بعد الانتهاء يمكنني إلغاء تفعيل التحرير أو وضع التحرير. يمكنني أيضا الانتقال لإعدادات الشريط كاملة وهنا إضافة برامجات جديدة. حديثا عن البرامجات، هناك برامجات تم إضافتها، برامجات هي ما نلاحظ هنا الآن موجودة في الشريط السفلي. هناك برامجات تم إضافتها وهناك برامجات تم تحسينها. من البرامجات المهمة التي تم إضافتها هو برامج التنبيهات notifications، يكون على هذا الشكل. لو وصلني بريد إلكتروني، لو وصلتني رسالة من برامج الدردشة، لو قام صديق في برامج الدردشة بالاتصال، فجميع هذه الأشياء، جميع هذه التنبيهات يتم تسجيلها هنا إلى أن أشاهدها وأقوم بحذفها بنفسي. أي أني إن لم أكن أمام جهاز الكمبيوتر فيمكنني أن أعرف ماذا وقع في غيابي. إذا هذا بالنسبة لبرامج التنبيهات، هو موجود لكن غير مفعل بدئيا. عليك ضغط يمين الدخول إلى البرامجات وإضافته، ستجده باسم Notification Applets. نتابع الجديد. إذا هذا برامج جديد من البرامجات التي تم تحسينها، مثلا برامج اللغة. لو ضغطت عليه يمين يمكنني أن أختار إظهار علم اللغة التي أستعمل. نفس الشيء بالنسبة للصوت، لو ضغطت يمين يعطيني إمكانية إلغاء تفعيل تسجيل أو إلغاء تفعيل جهاز الإدخال وجهاز الإخراج بالنسبة للصوت. دائما بالنسبة للصوت، لو كنت أستمع لمقطع صوتي ما مثلا هنا في برنامج كليمنتين، فيتم إدراجه الآن بشكل ممتاز في مؤشر الصوتيات. يمكنني أيضا التحكم فيه من مؤشر الصوتيات. عنصر آخر تم إضافته للقائمة السفلى هو مسمى بالقائمة السريعة Quick List. لو ضغطت عليه يعطيني هذه القائمة. الآن سيصعب نوعا ما فهمها، لكن بعد أن أتحدث عن الإضافة الموالية سأعود لهذه القائمة لأشرحها لأنها متعلقة بهذه القائمة. الإضافة هي خاصة التي أريد أن أتحدث عنها الآن، هي الخاصة بالمكاتب الوهمية. المكاتب الوهمية كانت موجودة في النسخ السابقة على واجهة سينامون أو توزيعات مانت عموما. واجهة سينامون الآن ما أضيف فيها هو أني يمكن أن أعطي اسم لكل مكتب وهمي أريد. مثلا هذا الاسم
هذا المكتب الوهمي أعطيته اسم سي محمد، هذا المكتب الوهمي أعطيته اسم ستوديوم مجمع وهكذا. فحين أضيف مكتب وهمي آخر يعطى فرضيا اسم Workspace زائد رقم على حسب رقم المكتب الوهمي، وضغطت عليه مرتين يمكنني أن أعطيه الاسم الذي أريد. إضافة لإمكانية إعطاء الاسم الجديد هو أن هذه المكاتب يتم الحفاظ عليها حتى بعد إعادة الدخول للجلسة أو حتى بعد إعادة تشغيل الجهاز، لأن هذه المكاتب حين أقوم بإنشائها تبقى موجودة إلى أن أقوم بحذفها يدويا على هذا الشكل. إذا الآن تعرفنا على هذه الإضافة الجديدة، ما علاقتها بالقائمة السريعة؟ لو ضغطت على القائمة السريعة تلاحظ أن هذه الأسماء هي ما هي إلا أسماء المكاتب الوهمية، حيث أن القائمة تعطيني جميع البرامج والنوافذ المفتوحة مرتبة على حسب المكاتب الوهمية الموجودة بها. شيء ممتاز لأني يمكن أن أنتقل مباشرة لبرنامج أو نافذة في مكتب وهمي آخر، مثلا يمكنني أن أنتقل إلى هذا الملف ملف PDF مباشرة، يمكنني أن أعود لمتصفح فايرفوكس مباشرة في مكتب وهمي آخر. إذن تنقل سريع ليس من مكتب وهمي لمكتب وهمي آخر فقط، وإنما من مكتب وهمي لنافذة أو برنامج في مكتب وهمي مباشرة من هذه القائمة، قائمة كويك ليست. هي مفعلة افتراضيا في النسخة الحالية من واجهة سينما. إذن كان هذا فيما يخص واجهة أو العارضة السفلى. لو دخلنا لإعدادات سينما يمكن أن ندخل لها إما الضغط يمين أو الطريقة القديمة من قائمة سينامون. هنا أدخل إلى إعدادات سينامون، سأجد هناك إضافة خاصة بالخلفيات، تم إضافة خيار خاص بالخلفيات، يمكنني اختيار الخلفيات الآن من إعدادات سينامون. هنا أجد الخلفيات، أيضا الخلفيات التي أقوم بإضافتها يدويا تنضاف هنا، وهنا خيارات متقدمة للتحكم في بعض في قياسات الخلفيات وما جاور ذلك بالألف. بعد المكاتب الوهمية والخلفيات سأمر الآن للحديث عن شيء تحدثت عنه أيضا حين قدمت الإصدار النهائي لتوزيعة أوبونتو. تكلمت عن متصفح الملفات نوتيلوس ما وقع حين تم تحديث أو ترقية نسخة نوتيلوس من النسخة 3.4 إلى 3.6، وكيف أن أوبونتو تبنت النسخة في الأول ثم تراجعت عن ذلك وسبب ذلك. نفس الشيء وقع بالنسبة لتوزيعات مانت. توزيعات مانت أيضا لم يعجبها التغييرات التي وقعت في متصفح ملفات نوتيلوس في نسخته 3.6، حيث أن العديد من الإعدادات والميزات تم حذفها من متصفح الملفات نوتيلوس. مانت تعتمد على بيئة مكتب جنوم أيضا، وأيضا كانت تعتمد على برنامج نوتيلوس، لكن الآن في النسخة الحالية من واجهة سينامون هناك متصفح ملفات جديد خاص بتوزيعات مانت. المتصفح اسمه نيمو، هو الآن في النسخة 1.0.2. أنا استخدمته من النسخة 1.0.1، كان لازال مشابه تماما لبرنامج نوتيلوس في نسخته 3.4. نيمو مشتق أو معتمد على برنامج نوتيلوس في نسخته 3.4، لكن التطور الذي يعرفه نيمو مخالف نوعا ما عن التطور الذي عرفه نوتيلوس. نوتيلوس من النسخة 3.4 إلى النسخة 3.6 عرف تطور كبير من حيث الشكل وأيضا من حيث الإعدادات، حيث حذفت منه العديد من الميزات. بالنسبة لنيمو الآن تقريبا فيه جميع الأشياء الموجودة في نوتيلوس في نسخته 3.4، وفيه أشياء جديدة تنضاف مع المدة. هناك أشياء تنضاف، كما قلت أنا استعملت البرامج في نسخته 1.0.1 والآن هو في نسخة 1.0.2، وهناك أشياء أضيفت له، مثلا يمكننا الدخول هنا لأجزاء القرص الصلب مباشرة، يمكن بالضغط يمين على ملف ما فتحه في الطرفية وفتحه كمدير. إذن هذه أشياء موجودة افتراضيا في برنامج نيمو، في حال في برنامج نوتيلوس يجب تثبيت إضافات للحصول عليها. إذن كان هذا بالنسبة لمتصفح الملفات. هناك متصفح ملفات خاص بتوزيعات مانت سيكون في النسخة القادمة 14، النسخة النهائية. الآن لو كنت تستعمل واجهة سينامون سواء على مانت على أوبونتو أو على توزيعة أخرى، يمكنك الترقية
لهذه النسخة، النسخة الحالية. النسخة الحالية تحمل الرقم كم؟ 164 على ما أعتقد، لأن أنا كنت أضفت في الفعل 164. يمكنك معرفة ذلك بإدخال الرقم أو الأمر سينامون ناقص ناقص فيرجن، فتظهر لك هنا سينامون 164. إذا لو أردت الترقية لهذه النسخة يمكنك ذلك لو كنت تستعمل واجهة سينامون بالضبط على توزيعات منت، لأن توزيعات منت فيها مخزن خاص بالحسومات غير المستقرة، لو قمت بتفعيله سيعطيك إمكانية الترقية لهذه النسخة. إذا تبحث في قائمة سينامون أو تدخل على software sources مصادر البرمجيات، software sources مصادر البرمجيات. هنا أشير إلى النسخة غير معربة كاملة، لأن التعريب يكون أو تعريب أو برمج أو الترجمة لأي لغة أخرى باستثناء اللغات الأكثر استعمالا يكون بعد الانتهاء من تطوير النسخة، أي حين إصدار النسخة النهائية. إذا النسخة غير معربة كاملة. إذا قلت تدخل على software sources وفي برمجيات لينكس منت تجد هنا مخزن اسمه روميو، يكون غير مفعل، تقوم بتفعيله، بعد ذلك تعود للطرفية وتدخل الأمر sudo apt-get update لتحديث البرنامج أو لتحديث النظام، ومن بعد ذلك sudo apt-get upgrade لتثبيت النسخة الجديدة من سينامون. على حسب تجربتي التحديث أو الترقية فقط بهذا الأمر لم يكن كافي لتثبيت النسخة الأخيرة من سينامون، فقمت بإدخال الأمر sudo apt-get install cinnamon، فتم إعادة تثبيت واجهة سينامون دون أن أفقد أي شيء من الواجهة التي كنت أستعمل، لكن بنسختها الأخيرة التي هي حاليا 164. أنا أستخدم على ما أعتقد من النسخة 161. لحد ما هي مستقرة، يمكن أن تستعملها كنظام رئيسي لو كانت لك إلمام أو لك لو كان لك إلمام كافي بلينكس عموما لتتعامل مع بعض المشاكل التي يمكن أن تظهر لك في بعض الأحيان. لكن لو لم تكن لك دراية كاملة فيمكنك أو من الأفضل أن تبقى على النسخة المستقرة إلى أن تصدر النسخة النهائية من توزيعة منت 14. ستكون في هذه الأشياء التي ذكرت الآن جميعها مدرجة افتراضيا، ويمكن أن يكون أكثر. إذا ننتظر إلى أن تصدر النسخة النهائية من توزيعة منت 14 لواجهة سينامون. إلى ذاك الحين ابقوا سالمين، إلى اللقاء.